بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. الفيديو ده ان شاء الله جايين نتكلم عن حاجه جميله جدا في الجافا سكريبت، وهي حاجه لسه جديده، يعني بقى لها فتره في اللغه. اسمها اوبشنال تشيننج اوبريتور، اللي هي العلامه بتاعته، اللي هي العلامه بتاعه الاستفهام دي. وهنا حاطط لك نوت جميله كده، بيقول لك ان ديت ريسنت اديشن تو ذا لانجوج، اول ذا براوزرز ماي نيد بوليفيلز. يعني بيقول لك خلي بالك ان الموضوع ده مش هيبقى سبورتد على براوزرز قديمه، وبما انه ان هو نبهك فممكن نقوم داخلين على الموقع بتاع كان اي يوز، وقمنا رايحين كاتبين اوبشنال تشيننج، فهو قام جايب لك الاوبريتور هنا بيقول لك ان انترنت اكسبلورر نوت سبورتد اصلا، ده لو انت لسه حابب تعمل حسابه، يعني ايدج من بعد 79 بدأ يشتغل تمام، فايرفوكس كذلك، مودي كروم برضو كذلك، سفاري، اوبرا، كل الحاجات ديت. هو غالبا من اول براوزرز مودرن، يعني مش براوزرز القديمه شويه، فهي ديت الفكره بتاعته يعني. طيب الفكره بتاعته هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاوبشنال تشيننج اوبريتور دوت بيقول لك اذا سيف واي تو اكسس نستد اوبجكت بروبرتيز ايفن اف ان انترميديت بروبرتي دازنت اكزيست. بيقول لك ان هو طريقه سهله وطريقه امنه ان انت تاكسس بيها نستد اوبجكت بروبرتيز، البروبرتيز اللي موجوده جوه اوبجكت، ممكن يبقى يكون موجود جوه اوبجكت تاني حتى لو البروبرتي ديت مش موجوده. جميل جدا، هناخد الجمله ديت ونبتدي نلعب عليها، وهسيب لك برضو بقيه المقال دوت تبقى تقراه انت مع نفسك في الديسكريبشن وعيش حياتك، بس هناخد الجمله ديت ونبتدي ايه نبني عليها الاحداث بتاعتنا. حلو جدا. اول حاجه هو بيقول لك انها سيف واي تو اكسس نستد بروبرتيز النستد اوبجكتس. اول حاجه تعالى كده نتخيل معانا ان احنا عندنا بوست، سي مثلا البوست دوت عباره عن اوبجكت، وبعد كده الاوبجكت ده جواه تايتل، والتايتل ده عباره عن تايتل 1 اهو، تمام، وجواه مثلا بابلش ديت، مثلا البابلش ديت دوت ايا كان، مثلا 12/12/2020 مثلا ايا كان. سي مثلا يعني عندنا ايه تاني؟ عندنا الاوثر بتاعه ممكن يكون النيم بتاعه عبارة عن احمد، وعبارة عن ماشي خليها نيم مثلا بس كده. عندنا مثلا كومنتس ممكن تكون معمول عليه، الكومنتس ممكن تكون اري فاضي مثلا يعني. عندنا ديليت، ممكن احاول اديليت البوست دوت، ودي هتبقى عبارة عن فانكشن ايا كان بالشكل ده كده. تعالى كده الطريقة الطبيعية العادية لو انت عايز تاكسس حاجة من البوست دوت، هتقوم رايح قايل له كونسول مثلا دوت لوج، هنقول بوست دوت مثلا بابلش اهو، تمام، عادي جدا. تعالى نعمل كده، ادي البوست بابلش اهي، فعلا ظهرت معايا وكله تمام وزي الفل. حلو. بس البابلش هنا دي فلات بروبرتي، يعني هي في اول ليفل من البوست، وفي نفس الوقت مفيش جواها حاجه. تعالى كده حاول تاكسس الاسر، تعالى ناكسس الاسر، مفيش مشكله، تعالى اعمل كده اهو، قام جايب لك اوبجكت جديد اهو، سماه النيم بتاعه احمد، عظيم جدا. طيب لك ان تتخيل بقى ان انت بتحاول تجيب النيم، ولو قمنا عاملين كده قام النيم فعلا ظاهر معانا بقى احمد اهو. بس سي مثلا يعني صدفة ان انت بتجيب الحاجات ديت من اي بي اي، والاي بي اي اللي راجع لك ما رجعلكش مع الاسر، عارف ايه اللي ممكن يحصل معانا هنا؟ بكل بساطه كده متوقع طبعا ايه اللي ممكن يحصل. قام قايل لك كانوت ريد بروبرتي اوف انديفايند ريدنج نيم، تمام، قال لك ان ديت مش هقدر اجيب نيم اوف انديفايند، لان الاسر هنا ما بقاش موجود، فالاسر بتاعي هنا الفاليو بتاعته بقت انديفايند، فانديفايند دوت نيم ما فيش حاجه اسمها انديفايند دوت نيم، مش هيقدر يعمل كده، فعشان كده رمى لك اكسبشن. طيب هو قال لك بقى ان الاوبشنال تشيننج اوبريتور دوت بيقول لك ان هي طريقه امنه. يعني ايه طريقه امنه؟ يعني بيقول لك ان هنا ممكن بكل بساطه تضيف العلامه بتاعه الاستفهام ديت، ويقول لك لو في اوسر، تمام، لو في اوسر وله قيمه، تمام، كمل الجزء اللي بعديه. طب لو ملهوش قيمه خلاص اقف هنا وما تكملش على اللي بعديه. جميل، بص بمجرد ان احنا نعمل كده عارف ايه اللي هيظهر معانا؟ هيقول لك undefined اهو، عظيم جدا. طب قبلها كنا بنعمل ايه؟ قبلها بكل بساطه كنا الحاجه اللي مش متاكدين منها بنقوم رايحين عاملين اف مثلا بوست، اف بوست دوت اوسر مثلا، لو هو في الاوسر هنقوم رايحين عاملين كونسول دوت لوج للبوست
دوت اوثر دوت نيم، تمام؟ بنعمل كده. حلو. لا والله لو انا عندي اوثر ادخل هات لي منه النيم، هو نفس الحكايه بالظبط، بس هي الفكره كلها ان انت ايه عملتها في وان ستيتمنت ورا بعضها كده. حلو. بمجرد ان انت ترجع الاوثر تاني، بص ايه اللي هيحصل معانا، هتشتغل معانا زي الفل، ايه مش هيبقى فيها اي مشكله. عظيم عظيم جدا. طيب هل ممكن اعمل الكلام دوت مع اي حاجه بقى بعد كده؟ يعني لو الاوبجكت دوت جواه نستد اوبجكت تاني، زي مثلا الاسر دوت ليه رول، الرول دوت ممكن يكون النيم اوف رول دوت عباره عن ادمن مثلا، مثلا ولو انا قمت رايح قايل له الدوت رول دوت رول دوت نيم للنيم للرول دوت، تعالى كده ممكن نشوف ايه اللي ممكن يحصل. لا هو مش كده، هو كده الاوثر اوف رول، انا اقول له اوثر دوت نيم دوت رول، لا طبعا غلط اهو، قام قايل لي ادمن اهو. طب لو انا ما عنديش اصلا رول ومش عارف متاكد هو هيكون موجود ولا لا، بكل بساطه ممكن تعمل برضو هنا اوبشنال اوبريتور بالشكل ده كده. حلو اهو، هيقوم قايل لك undefined. فالاوبشنال اوبريتور ممكن تعمل اكتر من اوبشنال اوبريتور على نفس الستيتمنت والدنيا هتكون معاك تمام وزي الفل. حلو. طيب ممكن تستخدمه مع الاريز؟ اه ممكن تستخدمه مع الاريز عادي جدا، مفيش اي مشكله. سي مثلا، حلوه سي مثلا دي، واخد بالك ان احنا بندمج العربي مع الانجليش، يعني برضو شغل على الرايق. عندنا الكومنتس بتاعتنا، ادي الكومنتس بتاعتنا اهي، الكومنتس بتاعتنا اوف زيرو، تمام. دوت مثلا نيم ممكن يكون ان ده اهو في حاجه اسمها نيم هنا اسمه احمد اهو على سبيل المثال، بمجرد ان احنا نعمل كده قال لك احمد اهو. طب ممكن اصلا الكومنتس ما تكونش موجوده، ممكن الكومنتس ما تكونش راجعه لي، بص قال لك اهو برضو في مشكله، فتعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه ممكن تعمل اوبشنال اوبريتور كده، بتقوم رايح حاطط العلامه بتاعت الاستفهام، او زي ما بقولك شويه عشان تشوف اكتر اهو، العلامة بتاعت الاستفهام ديت، وتحط برضو جنبها نقطة. تعالى كده نسيف ونشوف اللي هيحصل معانا، قال لك undefined. حلو. لو رجعناها شغالة معانا اهي تمام وزي الفل. كذلك ممكن تشتغل على الفانكشن، ممكن تيجي بكل بساطة عندنا هنا هنقول ان الديليت ديت هتريتيرن مثلا معانا ديليت دوت ديليت مثلا على سبيل المثال كده، مجرد ان انا اعمل كده اشتغلت معانا. طب لو الديليت ممكن ما تكونش راجعه لي، فهتعمل ايه؟ ممكن بكل بساطه برضو تعمل اوبشنال اوبريتور بالشكل ده كده، تمام. وبرضو بيستخدم مع الفانكشنز بالشكل ده كده، بتقوم عامل رايح علامه الاستفهام ونقطه والقوسين بتوع التنفيذ، تمام. قال لك undefined بمجرد ان احنا هنرجعها قامت شغالة معايا تمام اهي وزي الفل. حلو. ده كده بكل بساطة فكرة الاوبشنال تشيننج اوبريتور، وهو حاجة جميلة ولطيفة، بس برضو تخلي بالك من السبورت. وهنا برضو ايه، اقعد اقرأ هنا لانه هو برضو حاطط لك نوت هنا جميلة، بيقول لك ان دونت اوفر يوز ذا اوبشنال تشيننج اوبريتور، علشان في بعض الاوقات كده ان انت بتبقى مستني فعلا ايرور، بس الاوبشنال تشيننج دوت ما بيطلعلكش الايرور دوت. يعني اقرا الحته دي بالظبط كده، اقراها كويس وافهم الدنيا فيها. يعني طبعا انا مش عايز ادي لك كل المعلومات، يعني عايزك تتعب شويه عشان تجيب انت المعلومه وبس يعني. فهو ده كان الفيديو، اتمنى انه كان يكون او يكون كان ايا كان، يعني المهم يكون الفيديو عجبكم. يلا سلام.